اتسع العجز التجاري الاردني بينما تم استيراده وتصديره في الشهر الاول من العام بقيمه 774 مليون دينار مقارنه مع شهر كانون الثاني من العام الماضي وبنسبه 37% مما يؤكد ان الظروف السياسيه واغلاق الحدود ما زال العائق الاكبر امام حركه التجاره ارقام التجاره الخارجيه الصادره عن دائره الاحصاءات العامه بينت ان حجم الصادرات الوطنيه بلغت نحو 298 مليون دينار وبتراجع نسبته 15% وارتفعت المستوردات إلى مليار و136 مليون دينار وبنسبة 14% عن كانون الثاني من العام الماضي أما أبرز السلع المصدرة خلال كانون الثاني الماضي هي مستحضرات الصيدلة وارتفعت 5.2% الخضار والفواكه التي انخفضت بنسبة 55.4% والأسمدة بنسبة 34.4% البوتاس الخام بنسبة 32.5% الفوسفات الخام بنسبة 22% والألبسة 4.2% في حين أن أبرز المستوردات كانت الحبوب حيث ارتفعت بنسبة 171%، والآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 77.3%، المجوهرات والأحجار الكريمة بنسبة 66.7%، وتراجعت مستوردات النفط والخام ومشتقاته بنسبة 18.3%. أما أبرز الشركاء بالصادرات فهي الدول الآسيوية غير العربية وانخفضت قيمتها 48.6%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%، ودول منطقة التجارة الحرة العربية 13%. أما من جهة المستوردات فقد ارتفعت قيمتها من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 38.7% والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 6.9% في حين انخفضت في منطقة التجارة الحرة العربية بنسبة 13.6%.